كل الناس الحقيقه يعني انا دخلت الفيلم ودخلته مع اولادي ومع مراتي واصحابي مع مراتهم وعيالهم، حاجه كانت جميله جدا. احساسك ايه يا احمد بعد هذا النجاح الكبير؟ لا انا فخور يا اسلام، عشان ما بقاش كداب، يعني انا محظوظ نمره واحد، وكل اللي عملوا الفيلم ده محظوظين ومحظوظين لا احنا اجتهدنا عشان نبقى في الحته دي، لان ربنا بيسبب الاسباب. يعني كل واحد موجود في الفيلم ده ربنا كاتب له انه يبقى فيلم هيعيش، فيلم تاريخي، فيلم يعني تخش الفيلم ده تطلع منه متعلم حاجه، تعلم حاجه عن بلدك، بتعلم حاجه عن اصلك وعن طبعك وعن رجولتك وعن مواقفك ووقوفك، فاهم قصدي؟ هو فيلم حاله بنحمد ربنا انه طلع كده بالشكل ده، لان احنا تعبنا فيه جدا، ودي حقيقه. اخدت وقت قد ايه يا احمد تصوروا الفيلم؟ دخلنا الجيش. اخدت وقت طويل، يعني يمكن خدنا وقت في التدريبات اكتر من الوقت اللي صورنا فيه. يعني فعلا انا بقول لك احنا دخلنا الجيش بجد. يعني احنا بجد دخلنا الجيش واتمرنا واجتهدنا، كنا عايشين بجد. احنا جوه الفيلم في مواقف ما كناش بنمثل فيها، يعني في مواقف اكشن بجد كنت بتبقى مغلول ومتغاظ بجد، وعايز تاخد حقك بجد. يعني دي طبعا ميزه ان يبقى معاك مخرج كبير ده شريف عرفه، ويبقى معاك منتج سايب لك الدنيا، وطبعا عشان ابقى حقاني البلد وفرت لنا في الفيلم ده كل السبل، واللوكيشنز اللي صورنا فيها لوكيشنز يعني تاخد العقل، حقيقيه، وحصل فيها الحاجات دي بجد. في مواقف حصلت بجد، ووقفنا في ارض فيها شهداء فعلا، وارض فيها كذا، يعني فاهم قصدي؟ فالموضوع كان مؤثر جدا يا اسلام. يعني انا كنت بقول لهم في اللوكيشن، انا برجع فلاش باك كده لما كنت بلعب كوره وبلبس التيشيرت بتاعت منتخب مصر واقف في النشيد الوطني في استاد القاهره، وفي 120 الف متابع. برافو عليك، هو ده اللي انا كنت هقوله لك، حاجه احساس قريب. الجيش ده الاحساس ده يا اسلام، فاكر الاحساس ده؟ طبعا. والله 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 ما يجي نص اللي لما بتبقى بقى في مكان زي ده وتحكي لك الحكايات دي وتخش تجسد شخصيات شبه كده. احساس بجد. انا بقول لك الحمد لله، طبعا الفيلم طلع كده، والحمد لله على الفيدباك، والحمد لله ان الناس تفاعلت مع الفيلم زي ما احنا كنا متوقعين واكتر، والحمد لله ان انا بشتغل، يعني التيم ده كله، مش عايز اسيب حد، يعني الاول الاستاذ هشام عبد الخالق، الاستاذ شريف عرفه، جميع الكرو، احمد عز وجمال وحبه للناس وجدعنته، احمد رزق، احمد فلوكس، شرنوبي، فراج، محمود حافظ، جمعه، كل يعني المجموعه دي بجد احنا اصحاب، كنا بنحب بعض قوي، وده يمكن بان في الشاشه قوي قوي، يعني تطلع حاسس ان الناس دي كلها ابطال. ودي تنسب لاستاذ شريف عرفه نمره واحد، وتنسب لواحد زي احمد عز، راجل بجد بجد مع طافي في بني ادم بني ادم، عشان كده ربنا يكرمه وربنا بيكرمه، وهو نجم كبير بجد يعني. طبعا. طب اخيرا بقى يا ابو حميد، عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، يعني لو هترشح اربع فرق للوصول للمربع الذهبي في بطوله الامم الافريقيه، او اربع منتخبات، هتقول لي اربع اسماء، مصر وثلاث منتخبات اخرى. هو بدري شويه، بس ممكن نقول مصر، سنغال، الكل اجمع على السنغال الحقيقه. مصر، سنغال، خلي بالك ان انا في فرق لسه ما شفتهاش. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني انا الانطباع بيجي لي من البطوله يا اسلام، مش الانطباع اللي ما قبل، قصدي لان انت عارف من البطوله نفسها. مظبوط. البطوله ليها حاجه حاله، بس انا المتوقع ان تونس ممكن تبقى في المربع الذهبي، والفرقه الرابعه مش عارف اقول، يعني بين المغرب، بين ساحل العاجل، كاميرون، نيجيريا، حاجه كده يعني. بس يعني حاسس انه مصر والسنغال في المربع، يعني لحد دلوقتي اللي شفتهم انه مصر والسنغال ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا ابو حميد، والحقيقه دايما بتشرف وبتنور، ودايما متالق، ودايما نجم، ودايما الحقيقه وانت لعيب كوره، وانت ممثل، وانت في اي حته دايما الحقيقه بتشرف اي مكان بتبقى موجود فيه. فانا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا وعلى اطلالتك الجميله.